بدء عملية استعادة الحديدة بعد مهلة للحوثيين لتسليم المدينة والميناء انتهت بحلول فجر الأربعاء. توصف هذه العملية بأنها الأكبر في تاريخ الحرب المستمرة في اليمن منذ 3 سنوات بعد معركة استعادة عدن التي تصادف هذه الأيام ذكرها 3. أطلق التحالف على أحدث عملياته الكبرى في الساحل الغربي اسم النصر الذهبي، في دلالة على أهمية الحسم في مدينة الحديدة ومينائها مصدر التمويل الأكبر لميليشيا الحوثي الإنقلابية واستدامة معاركها على الساحة اليمنية. مصادر ميدانية في مدينة الحديدة أفادت بسماع سكان المدينة لدوي الانفجارات في محيطها في وقت تحتشد فيه البوارج الحربية قبالة المدينة، فيما تشير الأنباء إلى أنها استهدفت منذ بدء العملية العسكرية قوارب مفخخة، فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي بأن مسلحي الميليشيا استهدفوا بصاروخين بارجة حربية تابعة للتحالف، لكن لم يصدر حتى الآن بيان بهذا الخصوص من جانب التحالف. الحكومة وفي بيان لها أوضحت أن طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعماً لعمليات القوات البرية التي تحتشد جنوب مدينة الحديدة. ووصفت الحكومة تحرير ميناء الحديدة بأنه يشكل علامة فارقة وبداية السقوط للحوثيين، وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية على حد وصف البيان. وتأتي عملية استعادة الحديدة من ميليشيا الحوثي بعد ساعات على زيارة قصيرة قام بها الرئيس هادي إلى أبو ظبي تتويجاً لجهود بذلها العاهل السعودي لردم الشقة الكبيرة القائمة بين السلطة الشرعية والإمارات التي تقود العملية العسكرية في الساحل الغربي للبلاد، لكن دون مؤشرات على تجاوز الجانبين الخلافات بينهما. وتندلع معركة الحديدة وسط مخاوف وتحذيرات من جانب الأمم المتحدة من أسوأ سيناريو يمكن أن تسفر عنه هذه المعركة في المدينة التي يعيش فيها نحو 600,000 إنسان، إلى جانب أنها ستؤدي إلى قطع المساعدات والإمدادات الأخرى عن الملايين الذين يواجهون الجوع والمرض في أنحاء البلاد.